ما شاء الله مصممات الكويت يقدرون انهم يوصلون للعالميه في مجال الازياء والفاشن. قاعد نشوفهم في فاشن شو في نيويورك، في باريس وغيرها من الدول العالميه الكبيره المختصه في الفاشن. لكن شنو يعني في العالميه من وجهه نظر المصممات الكويتيات؟ اكيد راح نعرفها مع بانا الرفاعي المصممه الكويتيه. مساء الخير وحياك الله. مساء الورد، اهلا فيك. وايضا نوال جاسم مصممه كويتيه، مساء الخير، منورين اليوم. يمكن مجال الفاشن والازياء والعالميه مجال جدا كبير وموسع، لكن قبل أن ندخل في هذه النقاشات خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع معكم. احنا نقول مساء الخير مره ثانيه ورحب فيكم في عسيف، اقول لكم حياكم الله. البدايه اقول حق نوال والده طمنينا عليها، شلون صحتها؟ ان شاء الله تمام. والله للحين بالمستشفى بس ان شاء الله خير. اجر وعافيه ان شاء الله. البدايه شلون مع التصميم وداية التصميم؟ وما شاء الله الكويتيه متميزه. اكيد الكويتيه متميزين صراحه، شباب وبنات أكيد. في كل المجالات مو بس في الازياء. وهذا الشيء احنا نفتخر فيه ككويتيين، ان احنا قدرنا نسبق الكل في الناحيه، في ناحيه الانجاز والابداع والفكر. في ناس قاعده تاخذ افكارنا وتطبقها برا، فاحنا عندنا فكر قاعد نصدره مو بس قاعد نسوي، وهذا مفروض كلنا نفتخر فيه. اكيد طبعا اكيد صحيح. يمكن احنا في البدايه ذكرنا موضوع المصممه الكويتيه شلون قاعد توصل للعالميه من خلال عروض الازياء وغيرها. ابي اخذ وجهه نظركم بشكل مختلف. نوال خلي ابتديها معاك، خصوصا انت مصممه كويتيه في بداياتك، انت اكيد ما لقيتي هذه الصعوبه اللي لقيتها بان، بمعنى الفاشن حاليا مطلعين عليه بشكل جدا كبير. صح، احنا اللي ساعدنا الحين السوشيال ميديا. نعم. يعني الانتشار والمتابعه اكثر حق السوشيال ميديا صارت يمكن حتى اكثر من التلفزيون، اكثر من الجرايد. يعني عندك الانستغرام، عندك تويتر، عندك سناب شات، هو قاعد يوصل الناس للعالميه وهم قاعدين ببيتهم مو نفس قبل. فهذا الشيء ساعدني وايد انا ببدايتي الصراحه. وللامانه انا بديت بالانستغرام ومستمره فيه، والحمد لله الحين كملت المحل و اكمل ان شاء الله. ان شاء الله طبعا. انتوا جيل المعاناه، لا ما ابي اكبرك وايد بس جيل المعاناه. يعني اليوم انتوا كالوقت الحالي السوشيال ميديا قاعد يوصل لك لعندك وانت قاعد ببيتكم، كل شيء يوصل. صحيح. انتوا كان عندكم معاناه في البدايات، اليوم مضطر يجيب صحافه يصورون، مضطر يجيب مجلات يصورون، مضطر ان عرض بالتلفزيون والناس تشوف، لازم هو يروح يتعنى عشان يشوفني. مو بس كذي. نعم. احنا يعني خل اعطيك مثال. طبعاً. يعني انا بلشت شغلي بال 96. نعم. في البيت، وبعدين طلعت اني خذيت لي محل برا. فمن 96 ليل 2002 هذا كله كفاح. من 2002 مبلشت، يعني حين لما تسوي علي سيرش تلقى من 2002 اني انعرفت، لكن انا من قبل كنت مبلشه. اليوم المصمم اللي في هذا الجيل ما يحتاج كل التعب اللي احنا تعبناه. اول شيء كان المجتمع ما يعرف شنو شيء اسمه مصمم او مصممه، كان يستغرب وجود هالمهنه. يعني هالمهنة ما كان لها أكاديمية أساساً ولا كانت موجودة، وكانوا ما يعرفون هل هو مصمم إنه يسوي سكتشات وشنو هي السكتشات، ولا هل مصمم يعني خياط. فكانت في لبس بالموضوع ما كان واضح، فكنا إحنا نحتاج عن طريق الصحافة نوضح هالمفهوم. ففي وايد شغلات كانت مو واضحة في جيلنا. الحين هم يو ولله الحمد قدروا يكملون المسيرة اللي إحنا بنيناها وسويناها، فكان بالنسبة لهم سهل إنه ينطلقون. أكيد. نعم نوال، هل صحيح هذا الكلام إن أنتوا ما كانت عندكم هذه المعوقات في البداية ولا لا؟ صح، هو أكيد طبعاً. إحنا لأن قاعد أقول لك جانا شيء بارد مبرد على قولتهم. نعم. شيء وايد سهل، انستغرام. نعم. صورة نزلتي تابعوك ناس. نعم. واحدة قالت حق واحدة، غير عن قبل. قلت لك يعني قبل هم كان عندهم شيء وايد صعب، لأن اللهم التلفزيونات جرايد شوية تلقى على ايام كتالوجات عروض الازياء، عرفتي؟ اما الحين لا، مجرد ما تبين تنشهرين بطلتي لك اكونت، مو محتاج الموضوع اي صعوبه، نزلتي فيه صور، استعنتي بمودلز، حطيتي، صار الموضوع وايد اسهل من قبل. طيب اليوم نوال، انت اليوم ما واجهتي صعوبه كونك انت تلبسين وتعرضين هذا الشيء كونك بنت كويتيه؟ اي صح، هو من البدايه اي. نعم. كان يعني في اعتراض، كان في نقد ان انت بنت كويتيه، انت قاعده تعرضين لابسه نفنوف ضيج، بالبدايه كان كذي بس. نعم. بعدين اصلا الحين ما يتقبلون القطعه الا علي انا. فلما استعين بموديل نوال، احنا تعودنا على قطعه نشوفها عليك انت احلى. فصار الموضوع الحين عادي، بس بالبدايه كان اي وايد صراحه. البنت الكويتيه اذا لبست راح تكون مقنعه اكثر. اي صح. أكيد. صح، هو صح، بس انا قاعد اقول لك لان تعودوا متابعيني من بدايتي ان انا اللي قاعد اعرض القطعه. نعم. فخلاص تعودوا على هالشغله هذه. نعم. نعم. طيب استاذه باني، اذا بنتكلم عن جانب ثاني، وصولكم للعالميه ومفهومكم لموضوع العالميه،
يعني إذا بنتكلم بطريقة ثانية، بمعنى حاليا قاعد توصلون لمستويات جدا عالية، لكن لما نشوف قطعة ما ندري مثلا هذه اللي مصممتها بان رفاعي، على العكس إذا شفنا إحنا بعض البراندات العالمية إذا شفنا هذه القطعة ندري إن هذا التاتش من منو، هذه بصمة منو. لا، هو كل مصمم له هويته، هذا لا شك. حتى الكويتيين لما تلاقين في تصميم يطلع الكات ووك نعرف إن هذا المصمم هذا تصميمه، يعني إحنا نعرف من خلال خبرتنا. لكن إن هذا الشيء ينتشر عالميا، هذا يحتاج مادة جبارة، يحتاج إن نفتح أفرع برا، يحتاج الميديا برا، الصحافة، السوشيال ميديا الخارجية، إن نعرف بنفسنا بشكل موسع وتواجدنا بعد هناك. وطبعا هذا شيء صعب، صعب واقعيا إنه يتنفذ. يعني إحنا كل اللي نقدر نسوي إن نروح نسوي عروض خارجية في يدعون، يعني يدعوننا فيها، او احنا باجتهادنا نروح نسويها ونرجع، وهذا الماكسيموم. لكن ان نقعد هناك ونخلي بصمتنا توصل لهم هذا شيء صعب. طيب نوال، عندك تعليق على موضوع العالميه؟ لا، هو مثل ما هي قالت، واضيف على كلامها ان هم لان عندهم افرع بكل الدول، فهذا الشيء اللي قاعد يخلي انتشارهم اكثر. يعني احنا لو يصير مثلا بكل الدول عندنا مثلا محلات هناك، راح نوصل حق العالميه. بس طبعا هذا يبي له كم سنه قدام. يعني الماركات العالميه انت قاعد تتكلم عنها صار لها يمكن 100 سنه واكثر، فهذا خلاهم ان هم ينتشرون ويوصلون لي عندنا احنا، فان شاء الله بالمستقبل. طيب بصرار انا بسال سائق بموضوع نسائي بحت، وانا اليوم الريال الوحيد، فبسال شيء يتعلق في التصميم يخصني انا. اليوم انتم وينكم انكم تصممون حق الريايل؟ يعني الريايل موجودين، نشوف مصممين ريايل يصممون حق حريم، والحريم يصممون حق الحريم. الريال ناسينا كلش، ترى قمنا نلبس بدل الحين داخلين بالتصميم. كانت بعد كانت الله يرحمها مصممه نجود بودي رحمه الله عليها، من الاوائل المصممات والاكاديميه الله يرحمها. هي كانت تصمم للرجال، لكن توفت الله يرحمها، وهي كانت مختصة في الرجال. أنا حضرت لها كذا عرض أكثر من النساء. أما غيرها إحنا نشوف دائما أن التسويقيا التاجر، المصمم هو بالنهاية تاجر، فهو لما يبي يبيع يفكر بشنو أكثر مبيعا، فأكثر مبيعا والإقبال طبعا المرأة مو الرجل. الرجل خصوصا في مجتمعنا إذا بنتكلم بالتسعينات، ولما حتى دشينا بأول الألفينات، كانت الدشداشة هي سيدة الموقف، واللي ما يلبس دشداشة ما حد يحترمه. بس ترى حتى الدشداشة الحين صارت فيها ديزاينات. هذا الحين إحنا نتكلم في البداية، أنا قاعد أقول لك من شلون قبل وشون المفهوم تغير، لأن كل جيل قاعد يجيب أفكاره. يعني إحنا الجيل اللي قاعد يتطور الحين ما نقدر تقنعه باللي كنا إحنا مقتنعين فيه، جيل الطيبين، صح ولا لا؟ الناس تتغير مفاهيمها مع الوقت ومع الاطلاع. فالحين أشوف إنه ممكن في بعض المصممين ممكن يسوون حسب الطلب، أو يختصون بجانب صغير تسويقيا، لكن إنه يصير هو مثل براندات عالمية مختص للرجال، هذا مفروض يكون عنده يعني إمكانية. أنتوا الحين جربونا شوية. إحنا ممكن نشتري على ذوقنا شيء. طيب أروح لجانب ثاني، يمكن البعض يقول على نفس اللي قاعد يقوله قبل شوي فيصل، شو يقول؟ أن المصممين الرجال دائما يصممون للنساء. النساء عندهم وجهة نظر مختلفة، أنه ما يصممون لنا لأن إحنا نشتري ونحب الفاشن، لأن ذوق الرجال أحلى من ذوق النساء في التصميم. هل هذا صحيح ولا لا؟ لا، مو أشطر منهم؟ لا، مو عن أشطر، يعني لأن شوفة، يعني مثلا نفس الكوافير، لما تحسين أن الريال يصبغ شعر تقولين إيه أكيد هو فنان، يعني هو ما دشب هالمجال إلا هو، يعني تفوق شطارته عن المصممة، فالقلة تبرز أكثر. لما نيجيلش مثلا المصمم ريال تشوفينه، يعني تستغربين أنه يعني ريال وفاشن وهذا، شفتين انه هو دشي تعطينا الثقه ان انت تسلمينه نفسك، يعني تحسين انه هو ما دش هني الا هو ما شاء الله يعني راح يكون فنان. عندنا احنا صدق يعني، وصدق في وايد شاطرين، يعني مثلا عندك يوسف الجسمي، هو تقريبا المصمم اللي وصل العالميه، يعتبر من اشطر المصممين الازياء الحين، وذوقه حلو. صحيح، والبسولة اكيد يعني فنانات عالميات بشكل جدا كبير. بان اشطر ولا مو اشطر الرجال؟ لا، انا عندي وجهه نظر مختلفه. أنا ما أقلل أبداً من قيمة المرأة، يعني المرأة عندها ذوق وفن، وفي ريايل وايد يعتمدون على ملابسهم لأن المرأة هي اللي تختارها. لكن ما يمنع أن في رجال عندهم لمسة فن مميزة، يعني يوسف الناصر في البدايات بالتسعينات كان
كان هو فنان بس ما قدر يمنعنا احنا ان نكون موجودين على الساحه وتكون لنا بصمتنا. اليوم يوسف الجسمي هم فنان لكن في غيره في الساحه ايضا، ولا لو كان هو او غيره يعني كرجال فنانين اكثر من بنات كان الاتليهات مالتهم ما اشتغلت. صحيح. فلا مو كذي، ما تنقاس بهالطريقه. طيب انا ودي ادخل معاش في موضوع الاسعار، اليوم قلتي قبل شوي على موضوع جيل الطيبين. طبعا انا شويه ملحق على جيل الطيبين، قبل كانت اسعار اليوم بدله العرس مثلا اليوم قاعد اتكلم عنها، قبل كانت على 300 وعلى 350، الحين اسمع 3000 و4000 لو اجار، يعني بعد مو لها تعلقها في البيت تاجرها 3000 دينار 4000 عدل توج عروس جديده بعد 3000 اجرتي ولا ايش كثر؟ والله ما اجرت. اسعار تشوفينها انت وايد كبيره. شوف اذا بتكلم من هالناحيه في شقين. نعم. اول شيء كل الاسعار زادت، الاكل، بنزين، الاجارات. اذا بتتكلم عن الغلا فالغلا شمل كل شيء. نعم. فطبيعي ان الملابس تغلى. في اجارات قاعد ندفع، في عماله قاعد ندفع، في شؤون قاعد ندفع، في التزامات. فلازم في شيء نسبه وتناسب. بس اجر بتره 3000. لا انا بيلك حق هالنقطه. لا لا انا يعني ما قاعد اقول على 3000. انا قاعد اقول على الزياده العامه. حكي. لكن بالنسبه حق 3000 و4000 فانا اقول هذا سوء. نعم. سوء اختيار من الشاري. نعم. يعني اليوم يقدر يروح مثلا برا. نعم. يصمم له او يشتري له قطعه كامله 1000 1500. ومثل ما في الغالب الكويت والمميز في الرخيص. نعم. يعني عندك سوق الجاهز يبتدي من 300 دينار. نعم. يرتفع حق 1500 عادك اذا انت تبين شيء مميز. نعم. وتبين تصميم وتبين كريستالات. نعم. وتبين اسمك ينحط ما ادري بطريقه. نعم. مميزه هتدفعي، فاحنا ما نفرض احد يعني. طيب شروطنا. اليوم اسم المصمم يلعب دور في السعر طبعا. كل ما المصمم كان معروف. نعم. كل ما صار السعر زياده. يا ويلها عيال اللي بتروح. لا انا ما اصمم اعراس، بس انا قاعد اتكلم من مبدا. لا. يعني بس انا ما اصمم اعراس من زمان ما اصمم. انا كنت اجيب جاهز اعراس وكنت اصمم الدراريع والسهره. نعم. لكن الاعراس كنت اجيبها جاهز، بس ادري وعندي خبره. نعم. بهالموضوع. نعم. ان الاسعار تبتدي من 300 350 وترتفع لل 1500 حق الجاهز. نعم. صحيح. هو الامانه يعني لعب كله على العريس نفسه وعلى امكانيات. طبعا بس اكيد يعني اسعار الملابس الكاجوال والسهره تختلف ترى عن ملابس الاعراس. نعم. عشان الناس، عشان بس الرجال اللي يتابعونه ما تحوشهم هذه الصدمه. لا لا بس قام يعرفون كل شيء، هم ماكو شيء ما يعرفونه. يجون معاهم اساسا. يجون المحل الريال هو اللي ناشب، صارت المراه تسكت. صحيح. ابي اتكلم على جانب ثاني، ثقه المراه الخليجيه او حتى نتكلم الكويتيه بشراء فستان لسهره تكون من مصممه كويتيه. هل تشوفين في ثقه من قبل المشترين نفسهم؟ اي طبعا اكيد في ثقه، يعني هي ما راح تقامر، لان مثل ما قلنا احنا المراه الكويتيه انيقه وتعرف تختار حق نفسها، فاكيد ما راح تجازف مع اي احد، ما راح تروح حق شخص هي مو واثقه فيه، خاصه حق مثلا مناسبات مهمه، يعني مثلا عرس اختها، عرس احد يصير لها، او حتى يعني حتى لو مناسبه عاديه اذا تبي تروحها لازم تكون هي اساسا واثقه من نفسها، فلما تكون واثقه من نفسها لازم تكون واثقه بالمصممه اللي هي اختارتها عشان تاخذ منها القطعه، لو مو واثقه ما راح تاخذ منها. شنو اكثر شيء تميلين في التصميم له؟ والله انا ما اميل حق شيء معين، يعني انا اهم شيء عندي ان البنيه تبين انوثتها، عرفتها يعني. نعم. يمكن اغلب الناس يقولون والله نوال انت وايد تسوين ضيج في. نعم. مثلا ناس متينة ما تقدر تلبس او انه مو حلو مثلا يصير عليها، يعني انا احب الشيء اللي يعطي انوثه حق جسم البنيه اكثر. نعم. استاذ بان قبل شويه كنا نسولف في البدايه قلنا المراه الكويتيه انيقه. طبعا انيقه بس ولا انيقه ومتعبه؟ لا انيقه بس مو متعبه. مو متعبه. لا لان اتكلم من ناحيه التصميم اللي تبي. نعم. الثقافه. نعم. تلعب دور الاطلاع، يلعب دور. نعم. عارفه شنو اللي تبي، يعني الكويتيه بالذات وين ما تروح تدش محل حتى ماركات. نعم. عارفه ايش تبي، تكون مسويه سيرج قبل ما تدش. نعم. وتروح دايركت، اذا طلعوا لها حتى شيء ثاني ما تقتنع. نعم. هي جايه. نعم. عشان هالجنطه جايه، عشان هالكسوار. نعم. الاتهام اللي عليكم هذا ظلمتكم. باطل باطل. قالوا اتهام ان البنت الكويتيه متعبه بالتصميم، سوي لي كذي، هذا ما ابي. لا هذا مو حقها. عانيت انت هالشيء هذا؟ لا هذا شيء عادي، يعني لما تقول هي مثلا هذا مو عاجبني هذا عشان هي تبي تطلع بصوره حلوه، هذا ما يعتبر شيء تعب، بالعكس يعني هذا شيء ان هي عندها ذوق، انه مو مثلا لمستك انت حطتها بس، لا يمكن انا اشوف انه ممكن اضيف عليه شغلين راح يصير احلى، هذا دليل ذوقها.
طبعا. يمكن حاليا بما انه يعني معروف وين الشخص يتجه اذا كان بيشتري له قماش وغيره لتفصيل النفانيف سواء السهره او حتى الكاجوال، هل هذا الشيء ممكن يضركم انتم كمصممات، بمعنى ان الماتيريالز كلها موجوده ومتوفره، اي احد ممكن انه هو كوبي بيست على التصميم اللي عندكم، فهذا يضركم انتم كمصممات في النهايه؟ الخام موجود عندهم تفتر عليه بالصورة وغيره، هذا ترى قاعد نشوفه احنا. شوفي هذا ممكن يصير لكن الكواليتي ما يطلع نفس الشيء. يعني مثل ما انت تاخذين قطعة ماركة وتروحين تاخذين القصة تسوينها عند خياط، راح تطلع لك نفس القصة، ممكن القصاص يكون شاطر لكن الفينيشينج مستحيل يطلع نفس الشيء. حتى الدرزة، الخام، سمتة الخامة، نظافتها مو نفس الشيء. نعم. نوال، هذا الشيء يضركم؟ لا، انا اشوف انه يظل الاصلي اصلي ويظل التقليد تقليد، يبين مثل ما هي قالت الفينيشنج حق القطعه تبين اذا كانت صدق من يعني المصممه الفلانيه او انه تقليد، يبين. استاذ نوال، شلون الوحده او الواحد يصير مصمم اليوم؟ قلت لي نوال ولا بان؟ بان، اسف، بان. شلون الواحد يصير مصمم؟ اليوم وايد قاعد يطلعون مصممات، هل اليوم لها دراسه، لها فكر؟ ناس تقول لازم يكون والله يحب الرسم، ناس تقول موهبة، شلون؟ شوف، احنا كنا نتمنى ان في الكويت تكون في اكاديمية مثل قطر، يعني قطر عندهم اكاديمية خاصة للتصميم، وطبعا في دول ثانية خليجية. نتمنى كنا في الكويت ان يكون عندنا هالاكاديمية او حتى فرع في جامعة يكون فيها هالاختصاص عشان يطلعون البنات او الشباب اكاديميين، لكن بما ان هالشيء غير متاح فاحنا نعتمد على الدورات. ممكن نروح ايطاليا ناخذ دورات، لبنان ناخذ دورات، مصر ناخذ دورات، فهذه الدورات تصقل الموهبه اذا كانت موجوده. اذا ماكو موهبه من الاساس ماكو، هالدورات ما راح تفيدهم باي شيء، راح بس يحفظون وما يعرفون يطبقون، فلازم تكون في اساسا موهبه. ففي مهندسات ما شاء الله اتجهوا للتصميم، وفي رسامات اتجهوا للملابس التصميم، لانه بالنهايه هو فن، في الموهبة عندها بس هي راحت للهندسة. نعم. لا، حولت للملابس. في النهاية هي رسمة. نعم. لها أبعاد نفس الهندسة. نعم. والذوق أكيد يدخل في هذا الجانب. نعم. يعني مو بس أن أنت تكوني شاطرة في الألوان أو حتى أنك أنت تقدرين ترسمين، في مصممات ممكن تكون عندها صعوبة في الرسم لكن ممكن أن هي تصمم لك تصميم مختلف وراقي ويكون ناجح. بس لازم يكون، أسفة للمقاطعة، بس لازم يكون التصميم اللي على السكتش يوصل حق المنفذ. نعم. إذا أنا ما أعرف أرسم شلون أقدر أوصل الفكرة هذه اللي ينفذها؟ صحيح. نوال، ترشحين كفة من الموهبة؟ أنا الموهبة عندي أكيد، لأن مثل ما هي قالت إذا درستي شيء أنت ما تعرفينه ما راح تنجزين فيه. يعني أوكي، هو الدراسة لما يكون في موهبة تكملينها بالدراسة هني هذا الشيء يساعدك. ممكن يعني مثلا إذا تبين تتعلمين القص، إذا تبين تتعلمين حتى الرسم، يعني أنا من ناحيتي أنا ما أعرف أرسم بس المنفذ اللي عندي يفهمني لما اي اشرح له القطعه القصه سوها كذي يفهمني. لو هو ما يفهمني صعب علي ان انا اشرح حق واحد يعني تعال سوي لي كم كذي، تعال فصل لي هني، لما يطبقها راح يكون لازم اخر شيء في اشياء مو هي اللي بمخي، فبعد ما تطبق ممكن احنا نعدل عليها، بس ان الدراسه او الموهبه انا اشوف الموهبه. صدقيني انا شفت الموضوع صار سهل، انه ممكن تقول الفكره ويجيب لك واحد بروفيشنال يقصقص صح. صح، هذا اللي قاعد يسوونه. صح، اعطى الفكره وخلاص. وبعد في نضيف شيء ثاني على الموهبه والدراسه، شلون تبيع؟ التسويق. اليوم المشروع لازم يكون لعده عناصر. شلون انا الحين نفذت الفكره وصممت وجبت التصميم بين ايدي، شلون ابيعه؟ وشنو المقاسات؟ لأن سمول غير ميديوم غير لارج غير اكس لارج. من يحدد هالمقاسات؟ حتى الإنجليز غير، الأمريكان غير، الألمان غير، فهذا الاختلاف لازم أنا أختار مقاس عالمي أثبت عليه وثبت على التترون. ففي لها ترتيب، مو أي أحد يقدر يكون. في وجهة نظري أنا من خلال خبرتي هالسنين، مو أي أحد، بدليل أن في ناس تدش هالمجال وتطلع، لأن لقيته أصعب من ما كانت تتخيل. صحيح. هي الأمانة أنا ما أشوفها سهولة كلش، أنا أشوفها بشكل جدا صعب، وما أدري إذا هل ممكن نحن نسميها مصممة اللي بس تشتري خام مثلا وتاخذ تصميم من فلانة وكذي، ممكن أن هي تسوي بنفس الطريقة؟ أنا ما أعتقد أن ممكن نحن نسميها مصممة، لأن في النهاية في أشخاص تعبوا على هذه الفكرة، في عندهم حقوق أدبية، مفترض أن ما في أحد يتعرض لهذه الحقوق. أكيد إحنا
على ما يكون في مصممات انا وايد احب دام احنا داشين على الاشتا بيعرف شنو بس الوان الاشتا القادمه. والله شوفي هو الحين على قولتهم الهبه احمر. فاساسا انا اشوف ان الاحمر صراحه بكل مواسم ماشي، بس الحين يعني اللي دارج اكثر شيء اللمعه عندك فظيعه الحين. كل البراندات العالميه لازم اللمعه، تكربين الشوزات، البوتات، الاحمر والميتاليك حق هالشتاء هذه. بان اضيف عليه انه بعد اضافه الالوان الداكنه طبعا حق الشتاء، احنا نلاحظ حتى البراندات العالميه تدش بالالوان البني والرمادي والاسود والزيتي، الحين بلشوا يحطون الوان فاتحه. فهذه من السنين احنا الستاندر موجود، لكن كل سنه يطلع لنا لون كذي يصير هبه مثل ما قالت اللون الاحمر هالسنه. استاذ بان عندي سؤال بعيد عن الازياء. اي تفضل. شنو معنى كلمه بان؟ اسم بان. إيه اسمي صراحة الكل يسأل عنه. نعم. بس هو اسم أصله عربي. نعم. بان هو غصن البان. نعم. هي الشر أنا شفتها بالسعودية. نعم. تتميز إن غصانها طويلة وناعمة ومرنة. نعم. فكانوا إذا بي يعني بيشوفون البنت جميلة أو حلوة. نعم. يشبهونها بهالغصن. بهالغصن. نعم. احنا نقول حياكم الله والساعة المباركة موفقين ان شاء الله منها الاعلى، واحنا نفتخر لما نشوف كويتيات اليوم مجتهدين في هذا المجال. استاذة بان منذ باع طويل واتمنى لك التوفيق ونوال ان شاء الله المستقبل قدامك والسوشيال ميديا ترى وايد مسح الامور. ايوه واذا تبون تسوي شيء حق الريايل ترى انا جاهز. انا ما يبي لنا شيء جاهز. الساعة المباركة وحياكم الله. شكرا على دعوتكم لنا. حياكم الله. فاصل ونرجع.